هون وجه لل زلفة رمضان بمجلة سيدتي كتبت نقد لك مظبوط زلفة بمرور تلفزيوني غنيت مع لطفي بوشناق وكتبت انه اخفق رامي امام لطفي بوشناق رأيها حتى هي مش مقتنعة فيه مش مبين اني كده انا على كل حال استاذ لطفي بحترمه بدي احكي شغلة مهمة انه مش مهم كتبنا ومش مهم حكينا عيب يا زلفة نحن على الهواء ف يعني ما في يجاوب شو حكيت الناس هي اللي حكمت والفرقة الموسيقية هي اللي حكمت ولكن طبعا انا حتى لو اخفقت قدام انسان كثير كبير ولي الشرف ولكن ما اخفقت ابدا فبوجه له تحية لأستاذ لطفي برافو ليك وصلني هذا العدد من مجلة سوا اللبنانية أيضا من خلال سوا والأستاذ ياسر حيدر رئيس التحرير بدي حيي كل الصحافة اللبنانية والعربية يلي عم بيواكبوا العراب وشكرا لأستاذ ياسر حيدر على لقب كوميت هاي أول مرة بقولها على الهواء بشكرا كثير على لقب كوميت اليوم عنا كبيرة من لبنان رح نكرمها قدر المستطاع من قدر المستطاع مش قدر ضبط قدر المستطاع من العراب كبيرة من لبنان شوفوا مين بعز الصيف هبت نسمة غنج ودلال لطفت الأجواء وخففت بجمالها وبرائتها حدة الزمان اسمها جورجيت دمع الهوى ما له دواء إلا الهوى من 1964 لليوم دونت جورجيت صايغ الذكريات وما علينا إلا نتمعن بهالصبية اللي صقلت على يد الرحابنة تتلمذت على مسرحهن وعاشت بكنفهن 10 سنوات كانوا الأجمل مش رح تبقى تجي لعنا على هون ما سمعتي بيك شو قال؟ شو قال؟ قال ما تغني تعو مش ضروري تغني قولك هيك؟ ايه وبكرة عشية في عنا سهرية إذا بتحب تجي قدمت فنها الخفيف العصري اللي جذب جمهور الشباب واليوم بعدنا منردد يا ناسيني ودلوني على عينين السود ونطرني على الشباك جورجيت صايغ انجبرت تترك كل عشقها للفن بسبب القصف وحياة الملاجئ هجرتنا 14 سنة ولكن القلب اللي بيدق بيحن وبيرجع وهيك رجعت جورجيت على الوطن الأم لبنان عرب الليلي بيكرم فنانة حلمت تكون دبيكة نمرة واحد إنما الرياح أخذتها لبعيد وخلت صوتها معلق بذاكرة الجميع